بسم الله الرحمن الرحيم، أحياكم الله جميعا، أهلا وسهلا بالحضور. أحييكم، أنا بدر رمضان. اليوم بإذن الله راح ننطلق في هذه الأمسية الرائعة، وهي تتكلم عن خطة التسويقية لشركة فوريفر والتحديثات الجديدة لشركة فوريفر ليفينج برودكتس، والتي أطلقتها الشركة تقريبا الشهر الماضي وانطلقت من هذا الشهر. الجميع طبعا يعلم ما هي أهمية هذه الخطة التسويقية في نظام بناء الفريق. كما تعلمون أن أي شركة بدون خطة عمل أو خطة تسويق لن تنجح. كذلك أنتم كأشخاص إذا ما فهمتم آلية الخطة التسويقية بالشكل الصحيح، صدقوني لن تتمكنوا من بناء الفريق وحتى النجاح في الانطلاقة الناجحة في بناء فريقكم وتأسيس عملكم الخاص. ففي كل مجال يجب أن نبدع فيه وأن نتعلم كل أسرار هذا المجال. اليوم راح نوضح فقط التغيرات البسيطة، وراح نعيد شرح الخطة التسويقية للأعضاء المنضمين معنا، وأكيد طبعا نرحب بالأعضاء الجدد اللي انضموا معنا حديثا في الشركة من جميع أنحاء العالم. أرحب بجميع الحاضرين والحاضرات من كل مناطق المملكة العربية السعودية، كذلك دول الخليج، من عمان، من الكويت، من البحرين، من الإمارات، وكذلك من بيروت ومصر وتقريبا الأردن وجميع دول العالم. أهلا وسهلا بالجميع، أحييكم. طبعا اليوم راح نتكلم عن الخطة التسويقية لشركة فوريفر. ننطلق على بركة الله. كما تعلمون يا أخوان ويا أخوات أن شركة فوريفر لديها نقاط، أو لديها نظام يسمى نظام النقاط الشرائية، وهذه النقاط الشرائية هي تعتبر العملة الأساسية لشركة فوريفر في بناء، خلينا نقول، البزنس تبعنا. ف يعني ترمز للنقاط الشرائية بالسي سي اللي هو الكيس كريدت، اختصارها كيس كريدت. كما تلاحظون أن لكل منتج عندنا هنا يوجد له نقاط شرائية. على سبيل المثال، لو احنا مثلا الآن لو شخص جديد حاب ينضم معنا في الشركة لحتى يبدأ في مثلا استخدام منتجات كزبون مفضل لدينا، ممكن احنا نقترح عليه في بداية يختار بعض المنتجات المحببة، مثل معجون الأسنان، مثل مزيل العرق، مثل الشامبو، مثل البلسم، أو مثل عصير الصبار. كل منتج من هذه المنتجات لها نقاط معينة. على سبيل المثال، مثلا زي ما تشوفون قدامكم الان، مثلا الصبار 0.121 سي سي، وهذا فقط كمثال يطرح، تمام. مثلا الكومبو باك نقطتين، وهكذا. هذه النقاط هي تعادل في الحقيقه القيمه المنتج، فبالتالي لما نشتري المنتج مثلا ب 121 مثلا نقطه او 0.121 يعادل مثلا 100 ريال، تمام. مثلا من نشتري الكومبو باك نقطتين مثلا يعادل، او صندوق المتكامل يعادل مثلا 1500 او 1800 ريال على حسب البلد الموجود في هذا المنتجات. فكل بلد له سعر حسب الضرائب وحسب اسعار العمله. فتعادل هذه النقاط هي العمله الرئيسيه لحساب العملات وحساب سعر المنتج في جميع دول العالم. فبالتالي فوريفر عندها عملة رئيسية تطلق عليها ايش؟ سي سي او الكيسي كريدت، كيسي كريدت، لحتى يتم توحيد هذه العملة في جميع دول العالم. استخدمت هذه العملة لتسهيل حساب النقاط. فبالتالي الشخص الموجود الان معنا في عمان على سبيل المثال، عندهم مثلا المنتج قيمته مثلا 10 ريال، لكن في نفس المنتج عندنا في السعودية مثلا قيمته 100 ريال، موجود مثلا في امريكا مثلا بقيمه مثلا 50 او 20 دولار، وهكذا. فبالتالي بدل ما تختلف هذه العملات، الشركه وضعت اللي هو نظام السي سي او الكيس كريدت لحساب هذه النقاط. فبالتالي لما شخص في اي دوله ما جاب مثلا نقطتين، فخلاص نعرف انه هو كمل مثلا الرتبه الاولى، مساعد مشرف، وهكذا، تمام. فهذه هي موضوع اللي هو النقاط الشرائيه، فحبيت اوضحها فقط للاعضاء الجدد اللي لسه انضموا معنا حديثا. طبعا يتم من خلالها قياس حجم المبيعات، وعلى اساس ذلك تتم المكافأة او الترقية، تمام.
خطة فوريفر التسويقية وهي من أفضل وأنجح خطط، يعني الخطط الموجودة بين شركات التسويق الشبكي على مستوى العالم، وتعتبر من أكرم والخطط اللي تمنح أي شخص حاب أنه يقوم بعمل تجاري وتأسيس عمل الخاص في فوريفر أنه يحصل على عمولات يعني لا مثيل لها. فقط حاب أعرف لو الأخوان والأخوات اللي موجودين معنا اليوم، كم واحد فيكم الآن برتبة مساعد أو عميل جديد، خلينا نقول موزع جديد، خصم 5%، يحط لي رقم 2. ممتاز، رقم 2 للناس اللي لسه دخلوا معنا وخصمهم 5%، 5%، ما شاء الله، ممتاز ممتاز. إذن في عدد لا بأس به. الناس هذول يركزوا معي بليز في هذا الكلام، لكم موجه لكم تماما. أنتم الآن اليوم لسه في أول خطوة من خطوات النجاح معنا في شركة فوريفر، أو في أول عتبة من عتبات النجاح إن شاء الله، برتبة عميل، أو خلينا أنت الآن موزع جديد، موزع جديد معناته أنت عميل مفضل لدينا، الشخص اللي قام بتسجيلك سجلك على أنك عميل جديد من أجل أنك وقامت الشركة بمنحك 5% وهي خصم من أجل أن تقوم بتجربة المنتجات أو تجربين المنتجات على نفسك لحتى تقيسين مدى أو تقيس مدى يعني جودة المنتجات وتكون عندك معرفة. فبالتالي هذه هي البداية الحقيقية، وأنا دائما أقول لكم لا يعني تتأخرون في إكمال نقاطكم للرتبة اللي بعدها، لرتبة مساعد مشرف، الرتبة الحقيقية. وهذه الرتبة اللي بعدها هي عبارة عن أيضاً الخطوة الأولى في السلم لبناء فريقك الخاص وبداية تجارتك مع فوريفر. خلينا طيب كيف الآن ننتقل من عميل جديد كشخص جربت المنتج وحبيت المنتج وأبغى أبدأ في تجارة بيع هذا المنتج ومشاركته للآخرين، وبالتالي أقوم ببناء فريق شخصي لي وفريق عمل، وبالتالي نقوم يعني التوسع في المنطقة ومشاركة أكبر عدد ممكن من الناس، ما أقول بس في منطقتي، لا على مستوى العالم، خلوا دائما هدفكم كبير. طيب الشركة تقول لك نرحب فيك أينما كنت، وإحنا في فوريفر ما عندنا أي شروط لحتى شخص ينضم معانا، فقط يعني مطلوب شرطين أساسيين، إن أنت تكون إنسان جربت المنتج، هذا واحد، اثنين تكون إنسان جاد في العمل وحاب تطور نفسك للأفضل وتعيش الحياة اللي أنت فعلا كنت تتمنى أنك تعيشها، تمام؟ هذا واحد. اثنين، بالإضافة إلى أن تتفعل نقاطك من عميل جديد الرتبة إلى مساعد مشرف، والطريقة هي أنك إيش تفعل نقطتين أو تقوم بشراء نقطتين أو تجرب نقطة وتبيع بنقطة، فبالتالي أنت الآن وصلت لأول رتبة من رتب فوريفر، تمام؟ فبالتالي عندما طيب إيش المميزات اللي نحصل عليها عندما نصل لرتبة مساعد مشرف؟ المساعد مشرف هذه الرتبة رتبة مميزة جدا للناس اللي فعلا قرروا أنهم يغيروا حياتهم للأفضل. بدل ما تحصل على خصم 5%، الشركة راح تكافك بخصم 30%، 30% على المنتج. يعني بمعنى آخر، لو كان عندك مثلا منتج بسعر مثلا $100، راح تاخذ مثلا راح تشتريه من الشركة بقيمة $70. لو عندك مثلا منتج بقيمة مثلا $100 سعره في الشركة أو للزبون، راح أنت يعني الشركة راح تكافئك بخصم 30% وقدره 30% أو $30 على المنتج، تمام؟ وهكذا ببقية العملات. فإحنا الآن راح نوضح لك أيضا إيش المزايا الإضافية اللي راح تحصل عليها في حال ترقيت لرتبة مساعد مشرف غير خصم 30%. أول حاجة تقول لك الشركة أنت الآن أصبحت مؤهل لقيادة فريق، تمام؟ الشغلة الثانية، أنت الآن أصبحت مؤهل لتسجيل أعضاء جدد تحت فريقك وبناء فريقك الخاص. طيب
ايش الشيء اللي راح احصل عليه اثناء او عندما اقوم بتسجيل شخص جديد؟ اول ما تسجل شخص جديد ان شاء الله لو اشترى ب 100 ريال او 200 ريال او 300 ريال وان قدرت يعني تجد الشخص الشغوف وانه يبدا بنقطتين فهذا افضل افضل، على طول راح تكافئك الشركه بقيمه بنسبه 25% على اول فاتوره يقوم بشرائها هذا الشخص بعضويته الجديدة اللي تحت اسمي اللي انت سجلت فيه تحت اسمك. تمام، ال 25 هذا هل هذا اللي اول مرة؟ طبعا لا، لو اشتريت شخص مثلا ب 100 ريال لغاية مثلا 1500 لغاية نقطتين بما يعادل نقطتين راح تظل تدفع لك الشركة 25% في كل مرة يقوم هذا الشخص بالشراء وتجربة المنتجات. تمام، بالإضافة راح تعطيك الشركه لو انت ما سجلت 5 أو 6 اشخاص بنفس الطريقه وفعلت الاربع نقاط المطلوبه من عندك كل شهر، تمام، الشركه راح تكافئك 5% علاوه على هذا على ال 25%، 5% اضافه على عمولات الفريق. مثلا بمعنى اخر لو انت الان سجلت 4 اشخاص تحت اسمك، لاحظوا معي المخطط اللي على الجنب اللي على يمينكم تقريبا في الشاشه، هذا انت هنا الان سجلت شخصين مباشرين، تمام، وسجلت وهذول الشخصين مباشرين كل واحد منهم سجل 2، تمام، فاصبح عندك في حصيله فريق 6 اشخاص. هذول الستة اشخاص في حال انهم قاموا بتسجيل اشخاص اخرين وشراء منتجات خلال هذه الفتره الشركه وانت فعلت الاربع نقاط راح تحصل على عموله اضافيه من مشتريات الفريق 5% وقدرها 5%. تمام، هذا غير ال 25% اللي انت استلمتها في البدايه. واضح يا اخوان؟ طيب، وهذه تعتبر هي الرتبه الاساسيه اذا احنا قدرنا فعلا نؤسس هذه او او او, أو نبدا في تسجيلها. فصدقوني يا جماعه انه الاساس في بناء الفريق هو استقطاب اعضاء جدد بشكل شهري. لو كل شهر استطعنا ان نسجل من شخص الى شخصين وربما 3 أشخاص في فريقنا، إحنا راح يعني نوصل إلى مستوى مرة ممتاز، فراح نوصل إلى رتب سريعة وخط أو فريق متماسك ومتنامي بإذن الله تعالى. نعيد مرة أخرى لرتبة مساعد مشرف. مساعد مشرف هي اللبنة الأساسية في انطلاقتك الناجحة في بناء الفريق وبناء تجارتك مع فوريفر. فاحنا ما راح نقيس على عميل جديد خصمه 5%، لا، راح العميل الجديد هو فقط ما هو الا شخص مفضل حاب يجرب منتجاتنا وبعدها يشوف يعني يقرر انه يكون معانا او انه يكتفي بانه يكون عميل وخلاص يجرب عن بعد والسلام عليكم. تمام، اذا قرر العميل الجديد ان يرتقي او انه يبدا في عمليه التجاره معانا يجب أن يرتقي لرتبة مساعد مشرف، هذا الشرط الأول. طيب كيف أرتقي لرتبة مساعد مشرف؟ أرتقي رتبة مساعد مشرف عن طريق شراء بما يعادل نقطتين شرائيتين، أي بما يعادل قرابة 1600 ريال سعودي. تمام، يعني أو 1500 ريال سعودي بدون ضريبة. تمام، فبالتالي عندما اقوم بشراء هذا الاستثمار، وخلينا نقول عندما ادفع 1500 قيمه استثمار في هذا التجاره، تمام، سوف استطيع ان اقوم بالتالي. تمام، اولا استطيع ان اسجل اعضاء جدد تحت فريقي، راح يفتح لي السيستم اوكي ويسمح لي ان اقوم بتسجيل اعضاء جدد تحت فريقي، ابني فريق، أسجل 1، 2، 3، 4، 10، 20 whatever كل شهر، يعني عدد لا محدود. طيب إيش اللي راح أحصل عليه عندما أقوم بتسجيل أشخاص جدد تحت اسمي؟ لو جاني مثلاً سي من ناس اسمه مثلاً أحمد وشرحت لأحمد وعجبته الفكرة أحمد وقال لك يلا أنا معاك يا بدر وأبغى أكون في الفريق وبإذن الله عندي أهداف مرة ممتازة راح أحققها في الأيام القادمة، قام أحمد ودفع لك مبلغ أو استثمر مبلغ وقدره 1500 ريال بمعادل نقطتين في الفريق وقال يلا توكلنا على الله.
طيب انت يا بدر الان ايش راح تحصل عليه؟ راح تحصل على نسبة وقدرها 25% من اول فاتورة يشتريها مثلا احمد، سواء احمد شرب 1500 او شرب 1000 او شرب 500 او شرب 200 او حتى لو شرب مثلا ب 100 ريال، الشركة راح تدفع لك 25% عمولة لأنك شرحت لأحمد وجبت زبون، أو خلينا نقول مبادر جديد، شخص جديد يخش معنا في البزنس، سواء كان عميل أو شخص حاب أن ينطلق معنا. تمام؟ طيب بعدين بعد أسبوع أنت جبت مثلا فاطمة، بعدها جبت مثلا نورة، وبعدها مثلا جبت إبراهيم، بعدها مثلا جبت خالد، كل هؤلاء الأشخاص راح تأخذ عليهم 25%، تمام؟ بمجرد شرائهم لأي منتج من منتجات فوريفر. طيب بس كذا خلاص؟ لا، في عندنا عمولة إضافية اسمها 5%. طيب بدر كيف أحصل على 5% هذه الإضافية اللي جنب 25%؟ أنا بقول لكم الآن طريقة الحصول على 5%. الشركة الآن مع التحديث الجديد في سياسة خطة الدخل تقول لك الأعضاء اللي أنت سجلتهم أكيد راح يكونون يعني شغوفين وعندهم الحماس والرغبة ببناء فريقهم الخاص، فكل واحد راح يسجل عضو جديد تحت اسمه، تمام؟ وهذا العضو الجديد راح أيضا يجيب أعضاء جدد، فأنت في خلال هذه الفترة كل شخص جديد من فريقك قاعد يسجل أعضاء ويسوي مشتريات كل شهر، لك الحق أنك تأخذ 5% على جميع مشترياتهم كلهم، تمام؟ بشرط واحد. إيش هو الشرط؟ الشرط أنك تفعل 4 نقاط شهرية 4CC، وهذه هي القاعدة الذهبية اللي المفترض كلنا نسعى لتحقيقها ونتعلم يعني كيف نحققها بالطريقة الصحيحة، وهذه سهلة جدا، وهي طريقة ان احنا نقسم ال4 نقاط كالتالي: نقطة واحدة شخصية، تمام؟ نقطتين تسجيل اعضاء جدد، او 3 نقاط تسجيل اعضاء جدد، او النقطة بيع منتجات لزبائن ناس حبت المنتج ممكن تبيعهم. فبالتالي عملية 4 نقاط راح تكون بإذن الله سهلة ان عودت نفسك كيف تحققها كل شهر. بإذن الله راح تشوف عندك دخل متنامي، تشوف عندك الفجر قاعد يكبر. فتخيل أنت اليوم عندك 5 أشخاص، ال5 أشخاص هذول اللي راح يصيروا لو كل واحد فيهم جاب 5، لو كل واحد يعني 5 × 5 25 كل واحد فيهم جاب 5 125 125 كل واحد جاب 5 625 وعليك الحساب. فتخيل لو عندك 125 شخص في فريقك، كل شخص في الشهر حقق نقطة واحدة فقط، لكم أن تتخيلوا أنكم راح تحصلون تقريبا في الشهر قرابة ال 12000 ريال سعودي تقريبا، تمام؟ أي ما يعادل 2500 إلى 3000 دولار، فهذا يعتبر مبلغ مرة ممتاز. طيب الآن خلينا أن نوصل. طبعا يا شباب الأسئلة راح اللي عنده سؤال يجهزها في نهاية المحاضرة. طيب إيش الرتبة اللي بعدها؟ أنا الآن أصبحت مساعد مشرف والحمد لله سجلت فريق أموري تمام. طيب كيف أنتقل للرتبة اللي بعدها لرتبة مشرف؟ وهذه هي الرتبة الأساس أيضا يعني الثانية في سلم الترقيات، ومميزاتها كالتالي: راح تضاف لك نسبة 8% إضافة على خصمك السابق، فبدل ما كنت تحصل على خصم 30% راح تحصل على خصم 38%. إذن هنا فرصة لزيادة دخلك، زاد دخلك 8% إضافة على الخصم السابق. طيب بدر كيف أقدر أوصل لهذه الرتبة؟ هذه الرتبة بإذن الله سهلة. نرجع نقول في حال لما تقوم ببناء فريق وقمت مثلا لو جبت مثلا 4 أشخاص، لا أوكي، ال4 أشخاص هذولي من نقطتين عندك هنا 8 نقاط، 8 نقاط زاد النقطتين الشخصيات حقتك صاروا 10. فالمطلوب من عندك خلال شهرين أنك تسوي 25 نقطة، تمام؟
هذول 25 نقطة. يعني بمعنى آخر، لو أنت عندك تقريبا 6 أشخاص، كل شخص جاب نقطتين، تمام، صار عندك 24 نقطة خلال شهرين. يتبقى لك نقطة واحدة اللي أنت راح تجيبها 25 نقطة. ممتاز، ونقول لك هنا مبروك، أنت صرت مشرف معتمد في سلم الترقيات. طيب إيش اللي راح أحصل عليه لما أصير مشرف؟ لما تصيرون مشرفين يا شباب أو يا أخوات، راح تحصل على نسبة 33% على كل عميل جديد يتم تسجيله. أنت أول كنت كم تحصل؟ كنت تحصل على 25%، تمام؟ الآن ارتفعت إلى 33%. واو، شيء مرة ممتاز، مرة ممتاز، تمام؟ إيش بعد؟ وراح أيضا تحصل على نسبة 8% على كل مساعد مشرف في فريقك، 8%. فبالتالي لاحظوا يا أخوان، 33% على العملاء الجدد اللي سجلوا معاك، وأيضا 8% على مساعد المشرف اللي أنت سجلته وبنيت فيه فريقك من البداية، تمام؟ مؤول كنت تاخذ 5%، الآن صرت تاخذ 8%. ممتاز، ونستمر في بناء الفريق ونستمر، فبالتالي راح يزيد الدخل، وكل ما كنت طموح أكثر كل ما ارتقيت إلى مستوى أعلى. طيب الآن إيش الخطوة اللي بعدها؟ الخطوة اللي بعدها يا أخوان يا أخوات، أن أنت تحصل على رتبة مساعد مدير. طيب شلون نوصل لرتبة مساعد مدير؟ مساعد مدير شوي تحتاج إلى جهد شاق وشوية أصعب، لأن في فارق بين 25 وال75 نقطة. طيب ولكن إذا أنتم صدقوني مشيتوا بالطريقة الصحيحة في بناء الفريق، وصرتوا يعني كل شهر تقومون بتسجيل أعضاء جدد وتعلمون فريقكم كيف يقوم بنفس العملية، صدقوني راح تشوف عندك المضاعفة راح يعني تتدبل. يسمونه إيش؟ الاستنساخ، أني أنا أصنع أناس قادة عندهم طموح وشغف مثلي تماما، يحبون أن ينجحون ويكرهون الفشل نهائيا. هذا هو المثال أو المبدأ اللي احنا لازم نشتغل عليه كلنا لحتى نحقق يعني أعلى رتبة في السلم التسويقي. فبالمثال نرجع أيضا للمثال التسويقي اللي عندكم تحت، شفتوا الآن موجود، أنت هنا تحت في الأسفل، تمام، بدأت باثنين، الاثنين هذول اللي واقفين فيهم جاب 2، أنت هنا صرت بعدين مشرف بنقاطهم، تمام، هذول الأربعة كل واحد فيهم جاب 2، صاروا تقريبا 6 أو 5 وهكذا. فبالتالي لاحظ أن كل شهر فريقك قاعد يكبر، كل النقاط اللي راح تجي من هؤلاء الناس من فريقك وفريق فريقك راح تحسب لك أنت، وأيضا راح تحسب للناس اللي بعدك والناس اللي بعدك لحتى تحصل على الترقية اللي بعدها. طيب إيش الميزة لما نوصل لرتبة مساعد مدير ونجيب 75 نقطة خلال شهرين متتاليين؟ أول شيء راح يزيد الخصم حقي، بدل ما حصل، بدل ما كنت في 38 الآن أصبحت 43%، تمام، 43% أي زاد عندي. فبالتالي لما يكون خصمي 43% معناته أنه دخلي صار أكثر من أول. أول كنت أبيع بربح 38، لا الآن أشتري من الشركة بخصم 43 وأبيع على الزبائن وأربح 43%، تمام. وإيش بعد؟ لاحظوا هنا انفتحت لي نسبة جديدة، الآن أصبحت لما أقوم بتسجيل شخص جديد وأنا برتبة مساعد مدير أحصل على نسبة وقدرها 38% بدل ما كانت 33%، تمام، أي زاد بنسبة 5%. طيب أيضا أحصل على 13% على مساعدين المشرفين اللي لسه مسجلهم جدد الشهر الماضي وهذا الشهر، عندي ناس جدد حققوا نقطتين
وراهم مستمرين عندهم زباين وعندهم اعضاء قاعد يسجلونها، فبالتالي اي واحد منهم برتبه مساعد مشرف في فريقي انا راح تنزل لي عليه 13%. عارفين شنو 13%؟ يعني في كل 100 ريال هو ينفقها في الشركه انا راح تنزل لي 13 ريال منها، تمام؟ في كل 1000 ريال 130 ريال، وعليكم الحساب كم عن كم يعني مجموعها كم مثلا لي نسبه 13%. طيب لو انا عندي مشرف ارتقى في فريقي هذا الشهر وسوى مبيعات وسجل اشخاص راح اخذ عليه 5%. فاذا عندي 5% وعندي 13% وعندي 38% عندي ثلاث نسب، فبالتالي نسبتي راح تكون اعلى. لاحظوا في البدايه 5% انا عميل فقط، لما صرت مساعد مشرف صار عندي 25 زائد 5 صار 30%، لما صرت مشرف صار عندي 8% وعندي 33 نسبتين، تمام؟ بينما مساعد مدير فتحت عندي ثلاث نسب متعددة لكل الأجيال أو لكل الناس الموجود معي في الفريق. طيب الآن شو الخطوة اللي بعدها يا أخوان يا أخوات؟ طبعاً إحنا لابد نكون طموحين، لابد يكون عندنا شغف إن إحنا أيضاً نصل لرتبة، إحنا مو داخلين الشركة ونقضي فيها سنة وسنتين وثلاث فقط من أجل إحنا ناخذ منتج ونكون مستانسين مبسوطين بخصم 35% و30% وبعدها نبيع ونقول السلام عليكم أنا كسبت وربحت. مو هذا الهدف. أنت ما دخلت الشركة لحتى تحصل على الدخل القليل بس في الشهر 200 300 400، لا، أنتم المفترض يكون عندكم هدف أنكم توصلون لرتبة مرة ممتازة اللي هي رتبة المانجر لحتى تحصلون على دخل عالي وفريق كبير، تمام؟ لحتى تحققوا أهدافكم. ليش قاعد تضيع وقتك بدون فائدة؟ ليش قاعد تضيع وقتك بدون ما ترتقي؟ إذا أنت فقط داخل يعني تجرب ولا داخل تبني فريق، فلا يعني تكذب على نفسك وتقول والله أنا داخل أبني فريق وتقعد تعيش نفسك في الوهم، فبالتالي ما راح تحقق أي شيء. العمل في فوريفر يحتاج إلى شخص جاد، شخص عنده أهداف، شخص يحتاج أن يصل أو يحقق أهدافه بمصداقية مع ذاته، تمام؟ لا ليس فقط العمل من أجل والله أنا شوفوني قاعد أعمل قاعد أشتغل وأنا رائد أعمال أو رائدة أعمال بالاسم، لا، نبغاها قول وفعل، وأنتم إن شاء الله قدها بإذن الله تعالى. طيب الآن يا بدر إحنا شلون نوصل من رتبة مساعد مدير إلى رتبة مدير؟ تعرفين يا أخوان يا أخوات الطريقة؟ طيب راح نوصل لهذه الرتبة عن طريق بناء أو مضاعفة بناء الفريق. مضاعفة بناء الفريق، شلون مضاعف بناء الفريق؟ لازم أحقق 120 نقطة خلال شهرين متتاليين، يعني الشهر الأول 60، الشهر الثاني 60، 120 نقطة، أو الشهر الأول 50، الشهر الثاني 70، فوصل 120 نقطة وهكذا، تمام؟ أنا أعرف أنها شوية صعبة لكن بإذن الله أنتوا قدها، ما راح تجي في يوم وليلة، فتحتاج إلى فترة 4 إلى 6 شهور إلى سنة، قد تكون سنة عند البعض لحتى يصل أو يحقق هذه النقطة، ولكن بعمل يعني مستمر، مو أشتغل يوم وأنام شهر، ما ينفع هذا الكلام. طيب إيش الميزة؟ طبعا عندنا أيضا مو بس شهرين، 120 نقطة في شهرين أو 150 نقطة خلال 4 شهور متتالية أو 3 شهور متتالية، whatever. أوكي، إذا حاب تجيبها في شهرين 120 نقطة، والله إذا أنت حاب يعني متأخر جاء مع عد عليك شهرين وما قدرت تجيب 120، جبت مثلا 80 نقطة، تقول لك الشركة راح أعطيك فرصة أنك تستمر لكن راح أرفع لك الليمت إلى 150 نقطة وتسويها بدل شهرين في 5 شهور أو في 4 شهور، فبالتالي هذه أيضا فرصة جديدة بحيث أنك ما يروح تعبك على الفاضي ويعني تحبط. طيب إيش المميزات اللي راح نحصل عليها عندما نصل لرتبة مانجر؟ وهذه الرتبة اللي أنصح الجميع بالوصول لها يا أخوان يا أخوات، صدقوني عندما تصلون لهذه الرتبة راح تشوفون الفرق في الأرباح، وراح تشوفون الفرق في العمولات، وراح تشوفون الفرق كبير جدا في بنائكم للفريق، حتى أرباحكم الشخصية راح تشوفونها مرة ممتازة وتسوى.
يعني فعلا تسوى انك تتعب عليها. تمام. طيب لاحظوا هنا الان بدانا من تحت، نرجع من اول. انا موزع جديد عندي 5% فقط، مساعد مشرف عندي نسبتين 25 و5%، السوبرفايزر المشرف فقط نسبتين، المساعد مدير 3 نسب. لاحظ المدير، مدير كينج ما عليه كلام. يعني عندكم تقريبا 4 نسب. هذا المدير لما يجي يسجل شخص جديد في فريقه راح يكسب 43% على تسجيله. تقول الشركة راح أعطيك 43% مقابل تسجيلك لأي عضو جديد. تمام؟ عارفين شنو 43%؟ ترى يعني نص العمولة، نص المبلغ اللي يدفعه راح يعني يوصل لك بونص، وهذا شيء مرة ممتاز. تمام؟ أيضا الشركة تقول لك راح أعطيك 18% على الأشخاص برتبة مساعد مدير، عفوا مساعد مشرف لفريقك، و10% برتبة سوبرفايزر الناس برتبة مشرف، و5% على مساعدي مدراء. فلاحظ لو اجتمعت كل الأربع عمولات عندك في الشيك راح تشوف عندك عمولات خرافية، عمولات مرة مجزية انك تسعى عليها. تمام؟ كم واحد فيكم مدة يوصل لهذه الرتبة يا أخوان يا أخوات؟ حطوا رقم 5. تسمعوني صوت واضح؟ تمام. أيوة حياكم الله جميعا. ممتاز ممتاز ممتاز. طيب أنا يعني أتمنى فعلا من كل قلبي أن الكل يصل لهذه الرتبة بطريقة احترافية، وليس بطريقة فقط العشوائية وطريقة شراء المنتجات. بإذن الله راح أعطيكم تدريب خاص في الأيام الجاية، راح ننسقها مع الليدرز، ويكون فقط نحن كيف نبني فريق بطريقة احترافية ونحقق أهداف واقعية بإذن الله. وإن شاء الله بكم نرتقي وبالجميع، يعني ونكون متحدين مع بعض ونحقق إنجازات مرة ممتازة. نايف إن شاء الله سؤالك الله يحفيك في نهاية المحاضرة، جهز السؤال بإذن الله راح أجاوب عليه. تمام. طيب أنت الآن لما توصل مدير، ممتاز، عفوا عندك من توصل من رتبة مساعد مشرف إلى رتبة مدير في شرط أساسي وقاعدة ذهبية يا أخوان لازم تسوونها، وهذه تعتبر اللب الحقيقي في تجارتك فوريفر. اتركوا عنكم مبيعات وشون أقدر أبيع وشون أقدر، هذه قاعدة أساسية إذا أنت ركزت عليها هي عبارة عن خارطة الطريق لك أنت، هي خارطة الطريق لكم أنتم. شلون أبني طريق فريقي عن طريق تطبيق هذه القاعدة، ألا وهي قاعدة الأربع نقاط الشخصية. الأربع نقاط الشخصية ما تتصورون لو أنت طبقتها شخصيا وعلمت فريقك كيف يطبقها، صدقوني والله ما راح يمر عليك شهر واحد وتكون إنسان مفلس. مستحيل يمر عليك شهر واحد ما يكون رصيدك أو شيكك أو عمولاتك لا تقل عن 4000 ريال إلى 3000 ريال شهريا، ما تقل. تمام. القاعدة الذهبية اللي يعني اللي إحنا لازم نحققها راح نبسطها إن شاء الله بأربع أو بطريقتين. الطريقة الأولى الأربع نقاط، طبعا أربع نقاط، كلنا كل شهر نستخدم إحنا منتجات شخصية لأنفسنا، من معجون، من مزيل عرق، ومن شامبو، بلسم، وما إلى ذلك. طيب هذه المنتجات متأكد راح تأخذها يعني بتعادل النقطة الواحدة. هذه الحين خلص نقطة واحدة، باقي لنا كم يا أخوان؟ باقي لنا 3 نقاط. الثلاث نقاط هذه اللي أنت لازم تلعب عليها صح. أنت عندك نقطة كل شهر استخدام شخصي البيتك، تشتري شامبو وشامبو معجون وعصير، هذا نقطة راحت انتهت، باقي 3 نقاط. الثلاث نقاط أستطيع أن أبيع نقطة عندي زباين كل شهر يطلبوا عندي معجون مزيل العرق. لو أنت والله عظيم بعتوا كل يوم حبة معجون واحدة فقط، حبة معجون واحدة بعتوها لعميل، تمام، أنت حققت نقطة واحدة أو أكثر، أو حتى نقطة ونصف. تمام، باقي لك أيضا نقطة ونصف
تستطيع أن تسجل فيها عضو جديد أو عضوين أو ثلاثة، كل حسب مقدرته الشرائية. فأنت لو استمرتوا كل شهر على هذا القاعدة وحققتوها بنفس الطريقة اللي علمتكم إياها الآن، وأيضا علمتوا فريقكم أن يحققها بنفس الطريقة، راح ما راح يعني يمر عليكم شهر أنتم مفلسين، أنت عندكم فلوس. فلو عندك 4 أشخاص في فريقك وكل واحد حقق 4 نقاط، 4 × 4 كم؟ صارت 16 نقطة، هذا عليها عمولة، صح ولا لا؟ لو عندك 40 شخص عليك الحساب، لو عندك مثلا 10 أشخاص من 4 هذا 40، أوكي؟ لو عندك 40 160، فتعتبر النقاط هذه راح تجي بسهولة جدا لو أنت فعلا أسست فريق وعلمتهم دربتهم بالطريقة الإبداعية، وأنت بدأت فيها بدأت بنفسك أولا. طيب بعدها الآن الكلام للمدراء، الكل رتب الصغيرة، العميل الجديد ومساعد المشرف والمشرف ومساعد المدير فقط يستمعوا لهذه الرتبة لحتى تحققوها إن شاء الله. الآن كم واحد عندي مدير في القاعة هنا؟ المدير يكتب رقم 8. الكلام موجه لكم يا مدراء، المدراء الكلام موجه لكم، حياك الله يا أستاذ حبيب. بس مدير واحد معقولة؟ مدراء إبراهيم، حياك الله يا ليدر إبراهيم، ممتاز. سلسبيل الحربي، أهلا وسهلا الليدر سلسبيل، حياك الله. طيب هذا الرتبة المخصصة للمدراء، لكل مدير الآن عنده فريق، يقول لك الشركة إحنا لما توصل الآن أنت إلى مانجر، هل تبغى دخلك يزيد ولا تبغى دخلك يكون ثابت؟ أكيد راح أبغى دخلي يزيد، فالشركة وضعت لنا يعني خطة ممتازة أو عمولات إضافية لمدراء إضافيين. أنا اليوم بدر مدير أو حبيب أو سلسبيل أو إبراهيم whatever، أنا إحنا اليوم مدراء، تمام؟ فبالتالي راح خلي مثل عن نفسي، بدر مدير، وقام بدر وساعد أحد أعضاء فريقه حتى يصبح مدير، دربه ووقف معه لحتى يوصل مدير. طيب وصل مثلا حبيب إلى مدير، وأصبح حبيب من الجيل الأول لبدر، وبدأ حبيب بشق طريقة في بناء الفريق والترقيات، وما شاء الله بنى فريق كبير. طيب بدر اللي هو مدير، إيش راح يستفيد من حبيب؟ راح يحصل على نسبة 6% من كل حجم النقاط اللي يسويها حبيب. على سبيل المثال لو حبيب سوى مثلا في هذا الشهر 100 نقطة، 100 نقطة هو فريقه كامل، تمام؟ 100 نقطة هذه كم تعادل قيمتها فلوس؟ ولنفترض تعادل قيمتها 100,000 ريال، مجموع المبيعات هذه كلها كاملة 100,000 ريال. تجي الشركة تقول لي خذ يا بدر هذا 6,000 ريال عمولة لك من فريق حبيب، وإيش مقابل يعني تعبك واجتهادك مع هذا الشخص لحتى استطاع أن يحقق هذه الرتبة، تمام؟ وكل شهر راح يعني تصير على حسب مجموع النقاط. طيب حبيب الآن سوى مدير تحت اسمه، ونفترض مثلا اسمه إبراهيم، تمام؟ إبراهيم أيضا كل شهر قاعد يحقق نقاط كبيرة، أنا شو مصلحتي منها؟ أنا راح أستفيد منها 3% على كل العمليات اللي يقوم فيها إبراهيم هو فريقه. إبراهيم جاب مثلا سلسبيل الحربي، مثلا على سبيل المثال سلسبيل الحربي مثلا قاعد كل شهر تجيب مثلا هي فريقها ب 100,000 ريال مبيعات، أنا راح أجيني كمدير بدر 2% على مبيعات سلسبيل، فبالتالي لو 100,000 ريال راح تجيني 2,000 ريال. قلنا 6,000 و3,000 كم صارت؟ ها 6 و3 9 و2000 هذا 10,000 ريال فقط من الجيل المدراء فقط.
أنا حطيت رقم قلت أنا 100,000 ريال بني على، ممكن يكون أقل وممكن تكون أكثر. فلاحظوا هذه هي الخطة التسويقية بشكل كامل. ولكي تحصل على عمولة المدراء أنت كمدير في شرط، وإحنا قلنا ساعة 4 نقاط يحققها الشخص لو كان برتبة أقل من مدير، تمام؟ لكن لما تصير مدير راح تنفتح لك نسب أعلى، فراح تصير عندك إيش يعني شغل أكثر، فراح يزيد عليك المتطلب شوي. بدل ما تفعل 4 نقاط مطلوب عليك 4 نقاط شهرية شخصية، زائدا 8 نقاط من أشخاص جدد تسجلها في فريقك أو من فريق أنت سجلت سابقا اللي هو غير مدراء. فبالتالي مجموع المطلوب عليك 12 نقطة شخصية حتى تستطيع الحصول على 6% و3% و2%، تمام؟ هذا هو المطلوب عليك كل شهر. واضح يا أخواني أخوات؟ تمام. طيب المنصب الأعلى هو المدير الإيجل مانجر. لكي تحصل على عمولة المدراء قلنا 12 نقطة شهريا بما في ذلك 4 نقاط شخصية. طيب بعدها أنت لما تصير مدير كيف تستطيع أن تحقق رتبة الإيجل مانجر؟ بس راح أشرحها على عجالة سريعة لأنه مش موضوعنا اليوم، بإذن الله راح نشرحها بالتفصيل للمدراء في يعني أمسية أخرى. أنت لما تصير مدير راح تفتح لك حوافز جديدة اللي هي تقدر تحافظ السيارة، تقدر تصير إيجل مانجر، تمام؟ إيجل مانجر، الإيجل مانجر تستطيع يعني أن لما تجيب مثلا 720 نقطة سنويا غير المدراء و100 نقطة شخصية لنقاط جديدة، تقول لك الشركة تفضل مبروك أنت حصلت على رحلة مدفوعة لشخصين لدولة عالمية لتحضر فيها تدريب على مستوى مع الفريق العالمي على مستوى العالم. كثير من المدراء راحوا حققوها، وآخر مرة كانت للأستاذ حبيب وليدر إبراهيم البحراني اللي آخر مرة حصل عليها، وهكذا. طيب ما هو الدافع؟ ما هو الدافع أن أنا نقوم بكل هذه الأمور لحتى أحقق؟ طبعا احنا نقول نقوم بدعم المدراء الذين يحققون 60 نقطة شرائية وتعليمهم كيف يحققون النجاح. الشركة تقول لك احنا كل شخص يسوي 60 نقطة كل شهر هو بدهو بنهاية السنة راح يسوي 720 نقطة. لما يسوي 720 نقطة هو راح يحصل على حافز سيارة، ويحفظ ويحصل على ايضا حافز الايجل مانجر، وقد يحقق حافز المشاركة الارباح. فالخطة هي كالتالي، ان انت لو حطيت لك هدف ان كل شهر تستقطب 5 أشخاص، مو شرط مدير حتى الأعضاء الجدد، 5 أشخاص، تمام؟ الـ5 أشخاص حققوا النقطتين، وتعلم هذول الـ5 كل واحد فيهم يجيب 3 أشخاص ويحققوا النقطتين، وهالـ3 أشخاص كل واحد منهم يجيب 6 أشخاص، يعني كل 3 يجيبون 2 2 2، فبالتالي 5 3 2. هذه الخطة للأجيال. فأنت بعد يعني تقريبا 2 إلى 3 شهور 4 شهور بالكثير أنت مانيجر، أنت مدير معتمد، وبعدها تخش في الحوافز الأخرى. طيب حجم المبيعات قد تصل في السنة، أتكلم عندنا بعض الفرق تصل حجم مبيعاتها في السنة الواحدة إلى 7 مليون، 7,600,000 دولار، 7 مليون، نعم 7 مليون، يعني لا تستروا هذا الرقم، الرقم هذا يصير وأكثر منه، تمام؟ طيب المدير النسر، رحلة مدفوعة التكاليف لما تصير إيجل مانجر تحصل على روح على يعني رحلة مدفوعة التكاليف من الشركة، أيضا تحصل على حافز سيارة ويصل إلى 9,600 دولار سنويا، يبدأ من 400 دولار ويصل لـ800 دولار. فبالتالي هو من فيكم الآن يعني بإذن الله راح يحقق هذا الحافز؟ أنا عن نفسي حققت الحافز الأول والثاني والثالث، تمام، لحافز السيارة. فالشباب ما شاء الله عليهم الآن قاعدين يشتغلون على قدم وساق لتحقيق هذا الحافز، أتكلم عن المدراء، والله يوفقهم يا رب إن شاء الله ويصلون لمبتغاهم. الرالي الدولي، رحلة مدفوعة التكاليف لأرقى المنتجعات على مستوى العالم مع مصروف جيب 2,000 دولار تقريبا، يعني أنت تروح محمول مكفول لشخصين
من غير ما تدفع ولا ريال، وفي مكان راقي، وتزور المصنع وتزور الشركة وتشوف الناس الفرق اللي في دول العالم، زملائك وتعرف على ناس جدد. ف يعني أنصحكم فعلا أنكم تعيشون هذه التجربة. حافز مشاركة الأرباح الأول والثاني والثالث بعد، تمام؟ الشركة تقول لك مشكور على جهدك اللي أنت قضيته خلال السنة الكاملة مع فريقك، أنك وصلت لحجم مبيعات مرة ممتاز وحققت التارجت، وإحنا راح نكافئك هذه السنة، راح نعطيك جزء من أرباح الشركة على الجهد اللي أنت قمت فيه. وعد أنت هنا شوف كم سويت، سويت 1000 نقطة، 750 نقطة، 1000 نقطة، 2000، 3، 4، راح يحسبون لك إياها ويعطونك إيش مشاركة أرباح تبدأ من 4000 دولار وتصل لغاية 1,000,000 وأكثر دولار، تمام؟ مراجعة الخطة التسويقية بشكل عام. عندنا مصادر الدخل يا أخوان يا أخوات هي عبارة عن أرباح المبيعات وأرباح العملاء، تأتي كلها من أرباح المبيعات. هذه فقرة واحدة. الفقرة الثانية، نربح أيضا من عملاء جدد، أوكي؟ يعني شخص جديد حاب يسجل معانا، نقدر يعني نسجله معانا ونحصل على كم؟ همين يتذكر من يقول لي كم يحصل عليه؟ لو أنا شخص جديد برتبك مساعد مشرف، سجلت شخص جديد معاي في الشركة، كم العمولة راح تجيني؟ اكتبوا لي إياها في الشات يا شباب. 5%، هذا الشخص الجديد حصل 5%، ولكن أنا اللي سجلته كم حصل؟ لا 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 ولا 15. أيوة ممتاز، 25%. شكلكم ما كنتم متابعين، لازم تذكرون صح يا أخوان يا أخوات، خلوا عندكم ورقة وقلم وسجلوا 25%. نعم ممتاز. الحافز الشخصي اللي هو حافز المجموعات، لمهم احنا قلنا الان من تصير مساعد مشرف وتفعل 4 نقاط راح تجيك كم؟ 5%، تمام؟ 5% بالضبط. فبالتالي لما تصير مساعد مشرف تفتح لك نسبتين زياده اللي هي قلنا كم؟ 13 و3%، بعدين مساعد مدير، وهكذا توصل الى خصم 43%، بعدين لما تصير مدير. حافز العملاء الجدد ايضا، حافز راحه المدير النسر، حافز السياره، الرالي العالمي، مشاركة الأرباح، كل هذه أشياء صراحة تخلينا نتحمس ونشتغل. كل هذول لو سويناهم راح نكسب فلوس. 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8 مصادر إلى 9 مصادر للدخل، تمام؟ 9 مصادر للدخل. هذا غير مشاركة الأرباح والحوافز السنوية اللي راح تجينا من السفريات، أوكي؟ والمميزات إيش هي؟ طبعاً ان انا احصل على حوافز مميزات، اعتماد على سعر الجمهور، على سعر الجمهور مثل البيع المباشر، تاهيل رتبه اعلى خلال 2 شهر، اعاده تاهيل رفع المستوى. لا احد، مستحيل احد يخطاك في الرتبه. لو انا سجلت شخص اليوم وصار اشطر مني راح يرفعني معاه الى حد معين وراح اصير مدير، ولكن ما راح اسيب منه. لكن انا هنا راح اوصل، يعني عندما يعني أصير إنسان مجتهد راح أكسب جميع هذه الحوافز. نظام متابعة عالمي، يعني بمعنى آخر إنه أنت عندك، لو عندك زبون في الصين، في أمريكا، في أوروبا، في أي مكان حاب يشتري، السيستم واحد، يشتري هناك وتسجل لك أنت نقاطك في أي مكان في العالم. فعندك تجارة عالمية، لا داعي لشراء الجملة. الشركة ما تنصح إنك تشتري بضاعة بالجملة كبيرة يعني اعداد او خلينا نقول مبالغ كبيره. لا، اشتر على قد طلبيتك. اليوم والله عندي طلبيه مثلا 10 حبات معجون، اطلب من الفرع 10 حبات معجون، او خلينا نقول كرتون خلي عندي في البيت لحتى يعني يكون عندي جاهز في اي وقت لو جاني طلبيه. فقط استثمر، ما قلنا لك استثمر مبلغ وقدره 1500 ريال الى او 1000 ريال كمنتجات، منها استخدام شخصي ومنها مبيعات. وهذه 1500 حاول تدورها، بتصير 2000، بتصير 3، بتصير 4، بتصير 10، بتصير 20، وهكذا مع كل شهر، أوكي؟ منتجات سهلة الاستخدام لكل الكبير الصغير والكبير، وأيضا شركة مستقرة ماليا وتواجد عالمي. كل هؤلاء الأشخاص
استطاعوا أن ينجحوا من جميع دول العالم، من اليابان، من جنوب أفريقيا، من أوروبا، من سنغافورة، من ماليزيا، من أمريكا، من الشرق الأوسط، السعودية ودول الخليج، كلهم استطاعوا أن ينجحوا. عندنا بل في أناس حققوا نجاحات مرة ممتازة وعالية بدون وجود فرع في مناطقهم وفي دولهم، اعتمدوا على المناطق والدول المجاورة، واعتمدوا على بناء فرق خارج مناطقهم أو دولهم، واستطاعوا أن ينجحوا. وأنتم أيضا تستطيعون أن تنجحون وتحققون كل هذه الأشياء بإذن الله لو كان عندكم عزيمة وإرادة. شكرا لكم ويعطيكم ألف عافية. وصلنا إلى نهاية هذا المحاضرة، وبإذن الله نلقاكم في محاضرة أخرى. يعطيكم العافية. طيب الآن نفتح